أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوان الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معانا النهاردة مجموعة من العربيات المهمة، منها عربيات شيفروليه دبابة، وكمان هيونداي فيرنا، وكمان نيسان صاني، وكمان بيجو، وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات النهاردة اللي معانا النهاردة، من مواصفات العربيات وسعر العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. يلا بينا نبدأ على بركة الله. أول عربية معانا هي عربية نيسان صاني، موديل العربية 2018 EX الشكل الجديد. العربية فيها جميع الكماليات أوتوماتيك، العربية فيها 2 إيرباك وفيها فرامل ABS، العربية فيها تكييف وفيها 2 وحدة رفع، العربية فيها باور وكمان فيها 4 زجاج كهرباء، العربية فيها مدخل AUX وCD وكمان فيها كاسيت، العربية فيها مرايات كهرباء وفوج لايت مقابض وفيها مقابض نيكل، والعربية فيها فرش وصالون الفابريكا زيرو تماما. جميع الصيانات الخاصة بالعربية منتظمة في التوكيل. العربية فيها عداد شرعي 70,000 كيلو فقط. العربية استخدام راقي جدا. العربية فيها رخصة لشهر 10/20/20 مرور القاهرة. ملحوظة السيارة بحالة المصنع، فابريكا من الداخل وأيضا من الخارج. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان صاني، موديل العربية 2018 EX الشكل الجديد. سعر العربية 173,000 جنيه. سعر العربية 173,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-156-13-714. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-156-13-714. تاني عربية معانا النهاردة هي عربية بوجو 504، موديل العربية 1982. العربية فيها طقم كاوتش جديد. العربية فيها مكنة 505 بالفتيس بتاعها استيراد، مظبوطة بشكل كويس. العربية مش محتاجة غير تظبيطة المساعدين قدام. العربية بحالة جيدة. العربية فيها رخصة سنة المكان أو المعاينة العجمي الإسكندرية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية بيجو 504، موديل العربية 1982. سعر العربية 50,000 جنيه. سعر العربية 50,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-208-10-127. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-208-10-127. العربية الثالثة معنا النهاردة هي عربية سينوفا X25، موديل العربية 2015. العربية توب لاين كاسري زيرو. العربية فابريكا بالكامل بدون خرابيش. العربية بحالة الزيرو تماما. جميع الصيانات منتظمة في التوكيل. العربية فيها فتحة سقف، وكمان فيها شاشة تاتش، وكمان فيها تكييف تاتش، وفيها شنطة تاتش. في العربية فيها مثبت سرعة، تحكم طارة، فيها حساسات، وفيها كاميرا خلفية، وفيها إشارات في المرايا، وكمان فيها جنوط سبور. العربية فيها جميع الكماليات، مش محتاجة أي مصاريف نهائي، وعلى استعداد الكشف في أي مكان أو في التوكيل. سعر عربية سينوفا X25، موديل العربية 2017، سعر العربية 163,000 جنيه. سعر العربية 163,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-273-42-310. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011-273-42-310. العربية الرابعة معانا النهاردة هي عربية هيونداي فيرنا، موديل العربية 2018. العربية فيها جميع الكماليات مانوال. العربية رشة اكسدام وكبوت وبعض المرمات الخفيفة في الدوائر. العربية زيرو دواخل بالكامل مرور المنصورة، فيها رخصة لمدة سنة. العربية توكيل واحد باسم مالك العربية. الموتور والعفشة بتاعة العربية بحالة ممتازة. العربية فيها كاوتش بحالة جيدة. العربية باور وفيها تكييف وكمان فيها ازاز كهرباء وفيها طقم جنوط والمعاينة اول طريق المحلة كفر الشيخ القديم معرض الشروق. ممكن استبدال بعربية اخرى.
هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي فيرنا موديل العربية 2008، العربية مانوال فيها جميع الكماليات. سعر العربية 80,000 جنيه. سعر العربية 80,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-175-40-356. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-175-40-356. العربية رقم 5 اللي معانا النهاردة هي عربية نيسان جوك موديل العربية 2013. العربية فيها جميع الكماليات. العربية فيها عداد شرعي 162,000 كيلو فقط. العربية فابريكا بالكامل ما عدا اكصدام امامي ورفرف نتيجة لحكاك. الحالة جيدة ويوجد فوانيس شبورة وكمان فيها كاميرا خلفية وكمان فيها مثبت سرعة وفيها 3 مستويات للسرعة. العربية فيها 2 ارباج، فيها رخصة لمدة سنة وشهر. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية نيسان جوك موديل العربية 2013. سعر العربية 210,000 جنيه. سعر العربية 210,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-093-40-200. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-093-40-200. العربية رقم 6 اللي معانا النهاردة هي عربية اسكودا A7 موديل العربية 2016. العربية توب لاين لحالة الزيرو بالبصمة، فيها زنون والعربية بانوراما فابريكا بشكل كامل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية اسكودا A7 موديل العربية 2016. سعر العربية 370,000 جنيه. سعر العربية 370,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-033-02-20. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-033-02-20. العربية رقم 7 اللي معانا النهاردة هي عربية جيتا موديل العربية 2014. العربية فابريكا بالكامل بدون خبطات أو خربيش. العربية استخدام راقي جدا، جميع الصيانات الخاصة بالعربية منتظمة في التوكيل. العربية فيها بطارية جديدة تم تركيبها في شهر نوفمبر الماضي. العربية بصفة عامة مش محتاجة أي مصاريف وعلى استعداد للكشف في التوكيل لضمان حق المشتري. العربية فيها فرش جلد ألماني تم تركيبه على الكراسي من الزيرو. الصالون الخاص بالعربية بحالة المصنع بدون مبالغة. السعر قابل للتفاوض عند جديد الشراء وبعد المعاينة. المعاينة يوميا بالمعادي أو العاشر من رمضان. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية جيتا موديل العربية 2014. سعر العربية 240,000 جنيه. سعر العربية 240,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-152-0430. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-152-0430. العربية الأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2017. العربية فابريكا بالكامل بره وجوه. العربية فيها 4 فرق كاوتش زيرو. العربية مش محتاجة مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2017. سعر العربية 228,000 جنيه. سعر العربية 228,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-617-74-201. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010-617-74-201. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.